تحياتي للنجوم الكبار كابتن علي ميهوب، كابتن اسامه عرابي، الكابتن عبد الرحمن، الكابتن بلال. اهلا كابتن. مبروك النادي الاهلي على الاداء والنتيجه، وهارد لك لنادي الاتحاد. كابتن ايمن، في البدايه قبل ما نروح لمحمود البنا وطاقم التحكيم والحالات التحكيميه، يعني حابب ان انا يعني ااكد على حاجه مهمه جدا، وهو فيديو الخبير الاجنبي كلاتنبرج عن الجوله السابقه. كابتن علاء، مهم جدا جدا انك انت كمسؤول في لجنه الحكام تعترف بالاخطاء، مهم جدا تعترف بالاخطاء التحكيميه كابتن عادل، عشان ده بدايه تصحيح المسار، ده البدايه اللي احنا نقدر نصلح التحكيم من خلال الاعتراف بالاخطاء. 3 من 3، ودي الحالات اللي احنا قلناها كابتن علاء في الاستوديو هنا، الحمد لله بفضل الله تعالى نفس الحالات اللي احنا قلناها وحللناها بشكل يعني عادل، هو طلع الراجل اكد عليها، بدايه من لعبه حارس مرمى النادي الاهلي محمد الشناوي، احنا قلنا ان هو نجح في لعب الكره، وما كان يجب على الفار ان هو يستدعي الحكم، وكانت حاله غريبه جدا، والحكم راح ورجع ومشى اللعبه. هو قال ان فعلا الشناوي نجح في لعب الكره ومفيش مخالفه من الشناوي. الحاله الثانيه كابتن ايمن بنذكر المشاهدين بيها، وهي الدهس على ساق اكرم توفيق، وهو حتى استغرب يا كابتن، استغرب جدا جدا، قال ازاي ان حكم الفار في هذه الحاله ده سلوك مشين وليس لعب، ان اللاعب النهارده هنا ارتكب سلوك مشين، وكان يجب على حكم الفار ان يتدخل ويستدعي الحكم، ان دي حاله طرد مباشره. احنا الكلام ده احنا قلناه. اخر حاجه اللي احنا قلناها كابتن اسامه كانت ركله جزاء لاكرم توفيق، اللي كانت قريبه من خط المرمى، اللي هو نجح في لعب الكره واللاعب المحله لم ينجح، وبالتالي كان في عرقله بالركبه في ركبه اكرم. هو ايضا طلع قال كان يجب تدخل الفار لان دي ركله جزاء صحيحه. الكلام ده انا بقول لك يا كابتن بلال لان دايما المسؤول لما بيعتبر الاخطاء اكيد اكيد الحكام كلها بتستفيد يا كابتن ايمن. ده اللي احنا عاوزينه، وده اللي احنا بناكد عليه احنا في قناه الاهلي، بنقول اللي بنشوفه بصرف النظر الاخطاء ضد لمين، ولكن احنا هنا بنقول اللي احنا بنشوفه. هو اكد على هذا الكلام. اتمنى ايه بقى يا كابتن ايمن؟ مش بس حضرتك تطلع تعترف بالاخطاء، لا، اتمنى ان حضرتك تطور من اخطاء الحكام عشان نقدر ان احنا نشوف مسابقه خاليه بلا اخطاء.